بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة في تمام الساعة السادسة ثاني مباريات منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أفريقيا في نسختها 26. منتخب مصر النهاردة هيلاقي الكونغو برازافيل. المباراة الأولى كانت أول أمس ونقل حضراتكم وانتهت بفوز طبعا منتخب مصر على غينيا. والنهاردة تاني المباريات وهنستعرض مع حضراتكم نتائج المباريات في المجموعة الثانية اللي مصر فيها وبالنسبة للمجموعات الأخرى. يمكن تاني يوم في البطولة بنسبة كبيرة جدا بتتحدد معالم البطولة، مين هياخد أول مين هياخد تاني وبعد كده دور الثمانية. وإحنا هنقول لحضراتكم كمان هنرد على مجموعة مين واحتمالاتنا فين في مين في دور الثمانية واحتمالاتنا مين أيضا في دور الأربعة. كل ده كمان هنتكلم معاه وهنتكلم عن ماتش اللي فات وإحصائياته ونسبنا. الحقيقة يعني كان بعد المباراة مستر خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر يمكن علق على بعض النقاط في الأداء، كان محتاج أمور معينة تتظبط وقالوا إنه هيشتغل عليها. وكمان الحقيقة سمعت كابتن محمد الألفي المسؤول عن المنتخبات في أحد اللقاءات في الراديو وهو بيتكلم برضه إن في بعض الأمور الفنية اللي محتاج منتخب مصر يظبطها ودي هتتظبط مع الوقت بإذن الله. قبل ما أروح لمباراتي تحليليا وفنيا أحب أرحب بضيوف اللي منوريني في الاستوديو نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق كابتن سامح لبيب. منورنا يا كابتن في قناة النادي الأهلي. ان شاء الله منتخب مصر يكسب النهارده وتبقى تاني المباريات والفوز دايما ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. ان شاء الله برحب بكابتن فوزي فضالي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن فوزي ومنورنا. اهلا بيك كابتن هيثم وان شاء الله هنكسب النهارده ان شاء الله باذن الله. كابتن فوزي يعني يمكن البطوله يعني مباريات بتبقى تصاعديه واحده بواحده، يمكن في مجموعتنا ان شاء الله ما عندناش ازمه، يمكن النهارده كونغو برازافيل، الماتش اللي فات كان غينيا، الماتش اللي جاي الكاميرون، ولكن بعد كده المباريات هتبتدي تتصاعد. شايف ازاي؟ شايف اداء منتخب مصر ازاي؟ خاصة المباراة اللي فاتت ما انتهتش بالسكور الكبير اللي كان الجمهور المصري مستنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الماتش اللي فات ما انتهتش بالسكور اللي كانت الناس متوقعاه، لكن لازم نقول حاجة ان هو عمل روتيشن كتير قوي جوه الجيم. ده معناه ان هو بيشوف مين الأكثر جاهزية، بيخلي اللعيب دايما رجله في الملعب بحيث ان وقت ما يحتاجه يلاقيه، ما يبقاش لسه نازل هايب الجيم او حاجة. سيبك ان خبراته وكله، لكن برضه بطوله وبتاع، برضه اللعيب مهما كان بيبقى صحيح. فيه درجه من الهيبه للموقف، وبالتالي هو الراجل عمل روتيشن واعتقد ان هو برضه هيعمل نفس الكلام النهارده تاني ونفس الكلام في الماتش القادم، لان المفروض ان المجموعه بتاعتنا يعني اعتقد ان شاء الله هناخد العلامه الكامله فيها ان شاء الله. دي توقعات شخصيه يعني. الفرق مستواها اقل شويه، وبالتالي هو مش فارق معاه السكور ولا ان انا اطلع ب 50 جون فرق او 30 جون فرق، مش هيفيدني باي شيء. لازم اجهز فرقه طلبه. انا واخد الثلاث مباريات، يعني واخد الثلاث علامات كامله، يعني واخد التسع نقاط بتوعي، مش هتفرق بقى معايا انا معايا كام جون او معيش كام جون، مش هتفرق خالص. لكن هيفرق معايا ان اشركت اكبر كم من اللاعبين وجهزتهم صحيح. عشان دي لعبه فيها احتكاك، فيها خبط، فيها لا قدر الله اصابه لاي حد، يبقى اللعيب اللي موجود قادر على انه يقف جوه الملعب. نعم، اشكرك كابتن فوزي. كابتن سامح، شايف ازاي النهارده مباراه النهارده؟ هل ان شاء الله فارق المستوى هيكون زي المباراه اللي فاتت؟ يعني شايف النهارده ازاي خاصه ان انت تاني مباراه ليك، والناحيه الثانيه تقريبا شكل المجموعه اتكون عندنا، غينيا هتبقى ثاني، الكاميرون هتبقى ثالث، الكونغو برازافيل هتبقى رابع. يعني شايف مباراه النهارده ازاي لمنتخب مصر؟ هو يعني انا شايف ان المنتخب بيمشي خطوه خطوه، وبعدين يعني انا عايز انوه بس ان المدرسه الاسبانيه، لان انا بقى لي فتره متابع ديفيز عندنا في النادي الاهلي، هو ما بيعتمدش على الفرد، هو بيعتمد على المجموعه، يعني عنده كل المجموعه بتخش في السيستم. صحيح صحيح. يعني اللعيب يطلع اللعيب يخش، ده سيستم، فاهم ازاي؟ في المدرسه الاسبانيه دي فاحنا عندنا روتيشن، يعني عندنا اللعيبه كلها داخله جوه السيستم. اشيل ده او احط ده، ده كله بيبقى شغال في نفس النظام. فاحنا ما نقلقش عن المنتخب، لان المنتخب انا عارف هيمشي واحده واحده لغايه ان شاء الله ما ربنا يكرم في النهائي، وان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله. باذن الله، خاصه ان احنا قبل النهائي برضو هيبقى عندنا تونس مباراه قويه جدا. احنا رايحين مجموعه تونس. تونس وانجولا ان شاء الله، وتقريبا تونس وانجولا برضو الشكل يعني خلاص بنسبه كبيره تكون. تونس هتبقى او انجولا اول او ثاني، وغالبا هتبقى تونس ثاني انجولا، هنقابل انجولا في دور الثمانيه غالبا ونرد ثاني على تونس في قبل النهائي. فتقريبا خلاص اللي احنا قلناه قبل البطوله بتشكل يعني بشكل كبير. وخليني برضو استعرض مع حضراتكم النهارده اعزائي المشاهدين بعض النتائج اللي اتلعبت النهارده ونتائجها. يمكن في المجموعه الاولى اللي بتضم الكونغو الديمقراطيه،
ورواندا والرأس الأخضر وزامبيا. كان في مباراة الكونغو الديمقراطية ورواندا وانتهت بفوز الكونغو الديمقراطي 38-20. وانتهى منذ لحظات الرأس الأخضر وزامبيا وانتهى بفوز الرأس الأخضر 45-13. وهنا الحقيقة أنا عايز يعني أشير دايما إلى جزيرة الرأس الأخضر. هي جزيرة صغيرة في غرب أفريقيا ولكن عاملة طفرة كبيرة جدا في الرياضة بشكل عام. الرأس الأخضر موجودة في مجموعتنا في كرة القدم وحضراتكم شفتوا النهاردة هي عاملة إزاي، والمباراة اللي فاتت فرقة قوية جدا جدا في كرة القدم. نفس الكلام في كرة السلة، يعني بقت النهاردة بتوصل فاينل فور في كرة السلة عادي جدا، والنهاردة في كرة اليد زي ما حضراتكم شايفين برضو بتعمل نتائج جيدة جدا في طفرة كبيرة في هذا البلد الصغير الأفريقي اللي بيقع في غرب أفريقيا. هنروح للمجموعة الثانية، الكاميرون وغينيا ومصر وكونغو برازافيل. الكاميرون وغينيا في مفاجأة الحقيقة، غينيا كسبت الكاميرون 23-19 مع مخالفة لكل التوقعات. احنا لعبنا غينيا وكسبناها المباراة اللي فاتت، والكاميرون كمان كسبت المباراة اللي فاتت ولكن خسرت هذه المباراة في مفاجأة 23-19. ومباراة مصر هتقام الساعة 6 إن شاء الله. المجموعة الثالثة اللي فيها الجزائر ليبيا المغرب الجابون، الجزائر وليبيا هيلعبوا الساعة 6 في نفس ماتشنا، والمغرب والجابون هيلعبوا الساعة 8. وبالمناسبة المباراة بتتلعب على صالة 1 وصالة 2. المجموعة الرابعة اللي فيها أنجولا وتونس، أنجولا وكينيا كان عندهم مباراة، أنجولا فازت 48-20 وتونس يعني فازت على نيجيريا، لا تونس ونيجيريا لعبوا الساعة 8 زي ما قلت لحضراتكم، هيبقى بعد مباراتنا مباشرة على صالة 1. كابتن فوزي، طبيعة المباراة اللي فاتت هل شفتها بدقة؟ يعني هل قريت أرقامها؟ إيه ملاحظاتك الفنية على المباراة اللي فاتت؟ لأن دي يعني يمكن أقرب مباراة احنا لعبناها من يومين، مش هنتكلم عن الدوري الذهبي اللي لعبناه في أوروبا، ولكن أقرب مباراة كانت أول أمس. رأي حضرتك فنيا ايه؟ نتكلم بقى في الديتيلز الفنيه اكتر عن المباراه. والله هو بص يعني انا شايف ان لعبتنا لعبه المباراه على الأد، واعتقد ودي لقطات يا كابتن حضرتك بتتكلم عن الماتش، اعتقد ان كان مطلوب منهم هو ده اللي مطلوب منهم. نعم. يعني مش مطلوب منهم اكتر من كده، المبالغه الاحتكاكات الصعبه، لان انت عارف برضو الافارقه اجسامهم قويه جدا جدا وسرعتهم جدا، واحنا لعبه ذات طابع احتكاكات. نعم. بيحدث فيها احتكاكات كثيرة، عشان كده المحافظة على نفسك ومحافظة على نفس بشرط أساسي أنك ما تخرجش بره السيستم اللي محطوط. نعم. فأنا يعني التعبير اللي أقدر أقوله أن مصر كسبت الماتش بأقل مجهود ممكن، وده مطلوب وده كان مطلوب. وخلال المباريات بتاعت الدور الأول كلها أعتقد أنه هو ده اللي مطلوب من لاعبتنا، بحيث أن احنا نوصل للدور الثمانية. يبقى هنا بقى هتبدأ الدنيا تشد شوية. غالبا هتبقى أنجولا يا كابتن، وغالبا هتبقى أنجولا. وأنجولا على فكرة أجسامهم قوية جدا، أتقل بكتير قوي من الفرق الموجودة عندنا، ومتطورة جدا في اللعبة. عشان كده أنا شايف أن الأمر هيبقى هنا، هيبقى يبدأ المحك الحقيقي بقى بتاعك. نعم. انما قبل كده انا شايف ان يعني تكسب باقل المجهود، باقل المجهود بالظبط، مفيش خسائر ومفيش خسائر بالزبط. يعني لا اجهاد ولا اصابات ولا كدمه جامده ولا حاجه. خسرانين اتنين لعيبه تقال جدا عندنا، اللي هو دودو وقداح، يعني يفرقوا كتير قوي مع الفرقه بتاعتنا. نعم. لكن دي ادت فرصه لعبد الرحمن فيصل انه يدخل، ادت خيري بقى تأثيره اكتر داخل المنتخب، يعني هي سابت مساحة اكتر. فاحنا بنقول المنتخب هو 18 لعيب، 20 لعيب، طبيعي جدا ان هم يبقوا كلهم مستواهم متقارب، وده شيء كويس قوي. وزي ما قلنا ان المدرسة الاسبانية اللي احنا ما زلنا مستمرين معاها هي بتحط سيستم، فلما بيطلع لعيب برة او بينزله في الملعب هي الموضوع كله انت قادر انك تخش في السيستم، بتخش جوه الملعب. نعم. ما انتش قادر بتستنى شويه لغايه لما تقدر. المهم ان انا طالما اخترتك من البدايه فانت فيك المواصفات اللي انا محتاجها. اعتقد ان سهل جدا، الماتش كان ماشي بطريقه سهله جدا، ما كانتش محتاجه مجهود كبير قوي، بدليل ان عندك انت واخد الحارس المرمى بتاعك بالظبط احسن واحد. وخلينا نتكلم بالتفاصيل يا كابتن اساس، حضرتك هنتكلم بالتفاصيل احصائيات المباراه اللي فاتت، يمكن ما لحقناش كنا نغطيها للساده المشاهدين المره اللي فاتت عقبال ما تم اصدار الاحصائيات. بس خلينا نروح لصاله استاد القاهره، الصاله رقم 1، ومراسلتنا هنا ابو القاسم عشان نعرف اجواء ما قبل المباراه ونطمن على فرقتنا بشكل عام. اتفضلي هنا.
بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكبار، نجوم طبعا الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ومن داخل صاله استاد القاهره هنقل لكم كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق مباراه منتخبنا الوطني وطبعا منتخب الكونغو برازيفيل في ثاني جولات كاس الامم الافريقيه. خليني في البدايه اقول لحضرتك ان الاجواء داخل الصاله اكثر من رائعه، في عدد من الجماهير المصريه موجوده طبعا عشان تدعم منتخبنا الوطني، والحقيقه انه التنظيم على اعلى مستوى، يعني حاجه مشرفه جدا بتليق الحقيقه باسم الرياضه المصريه. خليني اقول لحضرتك انه طبعا منتخبنا الوطني داخل المباراه بمعنويات مرتفعه جدا طبعا بعد فوزه في الجوله الاولى من البطوله امام فريق غينيا بنتيجه 33-15. وخليني بقول لحضرتك انه منتخب الكونغو يمكن معنوياته منخفضه شويه بعد خسارته في الجوله الاولى امام طبعا الكاميرون بنتيجه 25-21. بنتمنى اكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده في ثاني جولاته. خليني بقى اكلم حضرتك اكتر عن استعدادات منتخبنا الوطني لمباراه النهارده. طبعا مباراتهم الاولى كانت يوم الاربعاء، امبارح كان عندهم تمرينتين، تمرينه صباحيه في الجيم وتمرينه مسائيه كانت الساعه 5 في الصاله، عشان بقى طبعا يعني يتمرنوا على مباراه النهارده. اما عن النهارده فبعد الفطار كان عندهم الحقيقه يعني محاضره فنيه بالفيديو عشان بقى يناقشوا كل الامور المتعلقه بمباراه النهارده، وبعد كده كان في صلاه الجمعه، ثم بقى طبعا يعني كل لاعب بدا استعداداته الخاصه للمباراه، ووصل منتخبنا الوطني للصاله الساعه 4 مساء عشان بقى طبعا يبداوا الاعداد للمباراه. وخلاص دقائق قليله جدا بتفصلنا عن مباراه النهارده، طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. خليني افكر حضراتكم بمجموعه منتخبنا الوطني، طبعا بيقع في المجموعه الثانيه بجانب كل من غينيا الكاميرون وكونغو برازيفيل، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى تكون البطوله التاسعه لمنتخبنا الوطني هنا في مصر، ونكون اكيد بنحتفل بعقد انتهاء البطوله. يعني ان شاء الله بقى الفوز النهارده لمنتخبنا الوطني، نكون بنعمل لقاءاتنا زي ما عودنا حضراتكم دايما من لاعبي منتخب الوطني عقب انتهاء المباراه، ولان عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين في الخلفيه خلاص لعبتنا بدات تنزل، الحقيقه اجواء عالميه في صاله واحد باستاد القاهره، استعدادات جيده، الصاله بتظهر بشكل جيد، وكل المسؤولين في تنظيم هذه البطوله الحقيقه لهم منا كل الاشاده. الحقيقه بشكل عالمي، شكل تنظيم كبير، مصر نظمت بطوله العالم، فالنهارده بتنظم بطوله افريقيا هيبقى الامر اسهل بكثير من انت تنظم بطوله عالم فيها اكثر من 30 فرقه، ويمكن مصر كانت اخر دوله تنظم بطوله العالم في كره اليد كدوله وحيده، بعد كده بقت ثلاث دول او دولتين على الاقل بينظموا الحدث في نفس الوقت. كابتن سامح، توقعات حضرتك، لان خلاص يعني لحظات وهنروح لارض الملعب، توقعات حضرتك لمباراه النهارده سواء الشوط الاول او الشوط الثاني سريع. هو طبعا النهارده ان شاء الله هيبقى الريتم بتاع اللعب هيبقى اسرع من الماتش اللي فات، وزي ما قلت لك ان احنا بناخدها ستيب باي ستيب، يعني واحده واحده. فالنهارده هنشوف شكل احسن وهنشوف ان شاء الله نتيجه احسن، وربنا يوفق اللعيبه. وزي ما قلت لك قبل كده ان في الغالب هيبقى في روتيشن، يعني الناس ما تتوقعش ان في سبعه في الملعب سبتين. لا كله هيتغير، ال 16 اللي في السكور هيتغيروا وان شاء الله ربنا يكرم ويوفقنا ونكسب النهارده باذن الله ان شاء الله. كابتن فوزي، انا بتفق مع كابتن سامح طبعا في الكلام اللي هو قاله. غالبا النهارده هيكون في روتيشن برضو. انا شايف ان تقريبا معظم اللعيبه اللي كان لعبت الماتش اللي فات موجوده، وبالتالي اعتقد ان هو هياخد الماتش واحده واحده، زياده سرعه اللاعبين، اشتراك اكبر كم من اللاعبين داخل الجيم لاعدادهم ما بعد ادوار المجموعات. اشكرك يا كابتن فوزي. خليني سريعا قبل ما نروح لارض الملعب استعرض بحضراتكم قائمه منتخب مصر فراعنه النهارده اللي بياخدوا اللقاء. رقم 3 مازن رضا جناح ايسر، نادي الحالي نادي الزمالك، يحيى خالد ظهير ايمن، رقم 5 فيسبريم المجري، عبد الرحمن فيصل رقم 10 ظهير ايسر النادي الاهلي، احمد خيري رقم 17 صانع العاب النادي الاهلي، خالد وليد 18 لاعب دايره النادي الحالي نادي الزمالك، ابراهيم المصري رقم 24 لاعب دايره النادي الحالي نادي الاهلي، يحيى الدرع رقم 39 صانع العاب فيسبريم المجري، حسن وليد قداح رقم 42 ظهير ايسر كيلسي البولندي، سيف الدرع رقم 45 صانع العاب ليموج الفرنسي، مهاب سعيد 48 ظهير ايمن نيم الفرنسي، اكرم يسري رقم 51 جناح ايمن نادي الزمالك، محسن رمضان 55 ظهير ايمن النادي الاهلي، احمد هشام سيسا رقم 79 جناح ايسر النادي الاهلي، احمد عادل رقم 80 لاعب دايره النادي الحالي نادي الاهلي، محمد ممدوح هاشم رقم 89 لاعب دايره، علي زين رقم 90 ظهير ايسر دينامو بوخارست الروماني، محمد سند 91 جناح ايمن نيم الفرنسي،
محمد علي 92 حارس مرمى، لوجورينو الاسباني، محمد عصام الطيار حارس مرمى بلينجن الالماني، الى الملعب ومعلقنا الكابتن ايهاب رجب لمتابعه احداث اللقاء. فالى هناك. شكرا معلقنا الكابتن ايهاب رجب. اذا انتهت احداث الشوط الاول بتقدم مصر 16-11 في مباراه الحقيقه شهدت نديه في بدايتها، الى ان يعني الحقيقه المنتخب المصري يعني فرض كلماته في اخر يمكن 5 دقائق من الشوط الاول ووسع الفارق لفارق 5 اهداف. برحب بضيوفي اللي منورني للمره الثانيه. كابتن فوزي اهلا بحضرتك. اهلا بيك. كابتن سامح منورنا المره الثانيه. كابتن سامح اهلا بيك. كابتن فوزي فضالي، حضرتك شايف ان الشوط الاول ازاي، خاصه انه لغايه الدقيقه 20 كان الموضوع فرق هدف او 2، ولكن بعد كده الحمد لله منتخب مصر استطاع ان يوسع الفرق. هو الحقيقه انا شايف ان في عدم توازن شويه في فرقتنا. احنا لاول مره قعد الروتيشن لما بدا يغير، بدا يمكن يغير في الدقيقه 19، وده مش معتاد، هو على الدقيقه 15 17 بيبدا يغير اللاعبين. كان حجم الاخطاء الحقيقه كتير جدا، يعني انا شايفه كبير قوي لما يعني في مباراه زي دي نعمل 5 اخطاء فنيه، يعني تمرير استلام خط 4 خطوات. انا شايف ان ده كتير جدا على مباراه بالمستوى ده. كمان الحقيقة مش الأخطاء وبس، نسبة دقة التصويب عندنا في 6 كور ما بين بره، 3 بالظبط صد الحارس و3 بره. يعني 6 كور أنا شايف إن ده رقم كبير جدا. الأهم من كده إن أنا شايف إن إحنا عندنا بالرغم إن هو الفرقة المنافس بتاعنا الكونغو لعب كتير 7، عمل لنا مشكلة في منطقة النص، إلا إن معظم أهداف فرقة الكونغو كانت من النص، من فوق الراجل فيرود بيجي يحجز على 3 والراجل بيطلع ينط يشوط من فوقيه، الكره حقيقه بيشوطوا من مسافات كمان مش متوقعه. نعم. يعني احنا اللعيبه كلها متوقعه ان اللي بيشوط من على 9 من على 8 من على 10 ده بيشوطوا ال 12 وال 13 وجايين بالدفاع من ورا، فدي مديه يعني عدم تركيز ما بين البلوكات وحراسه المرمى. اعتقد ان الكلام ده لو اتقفل هتبقى النتيجة أعلى بكتير مع تركيز اللاعبين، تركيز لاعبتنا في إنهاء الهجمات. أشكرك يا كابتن، يعني تحليل منطقي. كابتن سامح أسمع حضرتك كمان، اتفضل يا كابتن. أنا شايف إن المنتخب هو بيلعبوا طبعا الطريقة اللي أنا قلت عليها اللي هي الطريقة الأسبانية، بيلعب على طول اللي هو الاتنينات على طول بتبقى شايل، والمفروض إن التلاتة عندنا التلاتين بيبقوا هم اللي بيقابلوا، التلاتين عندنا مكسرين شوية في المقابلة. ومعلش أنا شايف إن اللعيبة بتلعب على قد الماتش، اللعيبة واثقة في أي وقت إن هي هتكسب. لما دوسنا شويه والثلاثات ابتدت تتشرس في المقابله فرقنا وخدنا كوار كتير في فاست بريك، وزي ما قال كابتن فوزي احنا عندنا الاثنين لعيبه اللي هو 70 و9 الاثنين او مصابين جيدين من بره، فاحنا كنا معتمدين الاول على البلوكات ان احنا نعمل بلوك، لكن لما ابتدى يتقابل من بره ابتدينا نحد شويه من 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 تصويبهم ومن قوه تصويبهم. فانا شايف ان الشوط الثاني لا الدنيا هتبقى مختلفه شويه، لان هم حسوا ان الماتش هيبقى مضغوط، فابتدت اللعيبه في اخر الشوط الاولاني تقرص على نفسها وابتدت تركز، فابتدينا نفرق عليهم. طب كابتن، يمكن النقطه اللي اثرها كابتن فوزي فضالي مشكورا ان هم بيلعبوا بامتي جول، يعني بيطلعوا حارس المرمى بره وينزلوا مهاجم فبيلعبوا علينا ب7 لاعبين. الحقيقه دي يعني برضو مخاطره من الجانب الكونغولي كتير، انه عارف قوه منتخب مصر في فاست بريك وقوه منتخب مصر في الدفاع النهارده، بس هو عامل لك مشكله. راي حضرتك في الكلام ده ايه؟ هو طبعا المفروض ان الفرقه متمرنه على الكلام ده، فانا على طول لما يبقى 7 لعيبه انا ببقى مغطي على طول اخر واحد في الملعب اللي هو الوينج، بيبقى معاه 2 لعيبه والبقيه اللعيبه مترحله ناحيه الكوره. فاهم ازاي؟ انا بلعب في الطريقه ديت ان انا ببقى قافل الملعب ومخلي اللعب كله في نص الملعب، يعني قافل على الاثنين اللي تحت ومخلي الثلاثه اللي بره بيلعبوا على نص الملعب عشان اقابل. وده اللي قلت لك في الاول ان اللعيبه يعني المقابله بتبقى فيها رعونه شويه، لما ابتدوا يقرصوا ويحسوا ان في خطر ويطلعوا يقابلوا جامد ابتدت العمليه تقف. بس مع ذلك كابتن فوزي اشار حاجه كويسه جدا، ان مع ان احنا واخدين بالنا من ده وان احنا عارفين ان قوتهم هتبقى في نص الملعب، واغلب الاهداف اللي حطها المنتخب الكونغولي كانت من منتصف الملعب، فالنهارده بيلعب عليك 7 وبيحط من منتصف الملعب، انت هنا محتاج تراجع نفسك زي ما كابتن فوزي قال. ما هي يا كابتن هيثم، هي القصه كلها في ان انا اقابل بدري، بس لا دي قبل، لان هو بيشوطوا مع 11 متر فلازم اطلع اقابل بدري. هم معتمدين على البلوكات، هم ايديهم اقوياء وبيميلوا، يعني هم بيميلوا في التصويب ما بيطلعش دايركت، هو بيطلع على لعيبه وبيميل، فانا لازم اطلع اقابل من بدري عشان اعرف اغطي الحته دي. ويمكن في حاجه احب اضيفها، معلش اتفضل يا كابتن.
الوينجين لازم اولا الوينجات بتاعتهم ملهاش عمل خالص الا العمل الخططي وبيتحركوا لجوه، بيتحرك لجوه عشان يحجز، عشان يحجز اللعيب رقم ثلاثة يقوم جاي الراجل من مسافة 15 متر شايط فبيخليك انت كمان ما تطلعش، فهي محتاجة ان الوينجات بتاعتنا تضم شوية، اتنينات تنزل ويطلع واحد يقابل واحد، ده الخطورة دي هتروح خالص. نعم انا متصور ده برضو يبقى لازم الونجات تضم شويه، الونجات تضم تملى معانا شويه، تملى هي اللي تقفل، لان الونجات ملهاش خطوره، احنا ما شفناش وينج حط كوره. نعم. فاذا معنى كده هو خطورته كلها ايه؟ هو بيركز على انه بيحجز نص الملعب ثلاثات عشان ما يطلعش يقابله، عشان هو ياخد اندفاعه ويشوط براحته. اشكرك يا كباتن، اشكرك يا كابتن فوزي. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، وهنرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمره. مصر وكونغو برازافيل في تاني مباريات المجموعة التانية في بطولة أفريقيا في نسختها 26، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن قبل ما نروح لأحداث الشوط الثاني لازم أعرف رأي ضيوفي في الاستوديو التحليلي. كابتن فوزي، توقعات حضرتك للشوط الثاني، هل سيستمر الكونغو بنفس الأداء وبيلعب بسبع لاعبين ويطلع الجون برة، ولا هتشوف تغيير من سواء من منتخب مصر أو من منتخب الكونغو؟ اعتقد ان هو هيستمر بنفس الاسلوب مدرب الكونغو، لان ما عندوش فرص كتيره. فالراجل يعني هو يعني بيلعب بطريقه بيقول لك انا الخساره هي الاقرب اليا، فانا جايز تمشي معايا. شابولي، لان هي لغايه دلوقتي النتيجه قريبه وعمل ارباك لمنتخب مصر. اعتقد ان مدرب منتخب مصر لازم هيصلح الاخطاء اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في ثلاثات والمقابله، وهيظبط الكلام ده مع التركيز اكتر على انهاء الهجمات. نعم. كابتن سامح، توقعات حضرتك للشوط الثاني؟ هو انا شايف ان ده عامه الفرقه الافريقيه ديت بتبقى ماشيه بسيستم واحد، ما بتغيرش يعني ما بتهمتش يعني بتفضل ماشيه طول الماتش بسيستم واحد، سرعه وقوه وفي الدفاع. ان احنا زي ما شفنا رجليهم فظاع، ما بيعملوش اخطاء كتير. نعم. ماشي، احنا ان شاء الله الدفاع هنقفل زي ما احنا قلنا الثلاثات، ونقابل بدري ونشتغل على الفاست بريك. أشكرك يا كابتن سامح. كابتن فوزي أشكر حضرتك. أعزائي المشاهدين، خلينا نطير لصالة واحد باستاد القاهرة ومعلقنا الكابتن إيهاب رجب، عشان ننقل لحضراتكم أحداث الشوط الثاني، مصر وكونغو برازافيل في بطولة أفريقيا وثاني لقاءاتنا. كل التوفيق لمنتخب مصر. كابتن إيهاب، إليك الميكروفون. شكرا معلقنا الكابتن إيهاب رجب. إذا انتهت المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 34-19 على منتخب الكونغو برازافيل. ألف مليون مبروك للمنتخب المصري كالعادة، يعني في المكان والميعاد المناسب، والفوز دايما بيكون يعني من نصيب منتخبنا الوطني. هارد لك منتخب الكونغو، نتمنى أكيد للتوفيق فيما هو قادم. الحقيقة الشوط الأول انتهى فرق 5 أهداف لمنتخبنا القومي، والشوط الثاني انتهى فرق 10 أهداف. معنى كده الأداء تطور بشكل كبير جدا في الشوط الثاني. برحب بضيوفي اللي منورني للمرة الثالثة، كابتن فوزي فضالي أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كابتن سامح لبيب أهلا بحضرتك. أهلا بيك كابتن عايز. كابتن فوزي، أكيد الفترة الثانية من وجهة نظري أنا متواضعة يعني أنه كان أفضل، عرفش رأي حضرتك إيه؟ يعني مين اللي كان أفضل؟ مصر طبعا. مصر كانت أفضل بدليل طيب انتهى فرق 10. قلنا إن هم بدأوا يشتغلوا بطريقة معينة، جربها في اول 5 دقائق طبعا كانت خلاص. انا قلت لو نجح ان هو يقفل الدفاع صح خلاص، فانت عندك اول 7-8 هجمات بتحط اهداف. فالراجل راح واخد تايم اوت بعد 5 دقائق، لان لقى ان الطريقه دي مش اتقفلت خلاص. نعم. فبدا يلعب بقى عادي في الوضع العادي، 1-1 وهجمه و6-6، فالوضع اختلف. ده فرق معانا كتير، وخاصه ان هم كمان استنفذت طاقتهم. بس لازم نقول حاجه الحقيقه، يعني انا سعيد بان المدرب فرقه الكونغو عمل كده، لان هو فعلا ما كانش قدامه بدائل، وعمل نتيجه كويسه لولا ان هو يعني القطع الغيار اللي عنده بره، اللاعبين اللي بره مش كفائتهم بعيده قوي عن اللي جوه. يعني ده لو عنده 3-4 لاعبين بره تقال كان ممكن يتعبنا اكتر من كده. لكن مبروك منتخب مصر، هارد لك منتخب الكونغو، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. كابتن سامح، راي حضرتك ايه في الفتره الثانيه، خاصه كابتن فوزي يمكن حط ايده على بعض النقاط الفنيه المهمه، راي حضرتك ايه يا كابتن سامح؟ كابتن عزم، احنا بين الشوطين قلنا ان عندنا مشكله في الثلاثات، وقلنا اكيد ان هو هيعالج الموضوع دوت، وفعلا الشوط الثاني هو عالج الموضوع الثلاثات وابتدى يلعب عليهم عالي من فوق. وقلت لك برده ان موضوع الفاص بيك هيفرق معانا، اشتغلنا على الفاص بيك، هو ده اللي فرق معانا جامد. فاحنا الطريقه ان لازم نقابل، لازم نبقى في شراسه في الثلاثات. نعم. وده اللي حصل فعلا الشوط الثاني، وده اللي خلانا نبقى اعلى.
زائد ان احنا يعني احنا معلش احنا في افريقيا احنا يعني في جاب كبير بيننا وبين اي حد، احنا راكبين كل الفرق مع احترام يعني كل الفرق، فاحنا اللعيبه بتلعب على قد الماتشات، فاهم ازاي؟ هم عندهم ماتش جامد، ماتش المفروض تونس، عندهم ماتش جامد ماتش انجولا، دي الفرق الثقيله والراس الاخضر احنا شايفين نتائجها ان دي فرقه جايه في الطريق، فعندهم بعد كده الدور اللي بعده ده هتبقى ماتشات جامده، فاللعيبه بتكترث جهودها للي جاي ان شاء الله. يعني اكيد يا كابتن سامح بشكر حضرتك، وخليني اقول لكم انه طبعا بنبارك لمنتخبنا القومي لكرة اليد التأهل للدور الثاني، خلاص بعد هذه المباراة كده المنتخب المصري لكرة اليد، عشان ما نلخبطش بين كرة القدم وكرة اليد، تأهل للدور الثاني. واللي زعلنا في كرة القدم في كرة اليد بيفرحنا، منتخبنا القومي لكرة اليد ضمن التأهل وبنسبة كبيرة أول مجموعته قبل ما يروح للمباراة الثالثة مع الكاميرون، وهو ده منتخب كرة اليد، منتخب الكبار والعظام. ودايما بنقول دايما اللي بيزعلنا في كرة القدم اتفرج على كرة اليد هتصالحك بشكل كبير جدا جدا، واكيد دي حاجه تسعدنا. وبالمناسبه يعني المباراه اللي كانت بتقام معانا وهي مباراه الجزائر وليبيا انتهت بنفس النتيجه، سبحان الله يا كابتن، 34-19 نفس النتيجه، منتخب مصر ومنتخب الجزائر وليبيا كان تقريبا كنا بنغش من بعض ولا ايه يا كابتن مش عارف، بس يعني الحمد لله بنبارك اكيد لمنتخب الجزائر، منتخب ليبيا بنقول هارد لك في مشاركته الاولى يعني بشكل قوي، هو شارك قبل كده طبعا ولكن بشكل قوي في بطوله افريقيا. كابتن فوزي يعني مقارنة سريعة، خلاص في مباراتين اتلعبوا واحنا الحقيقة معانا ارقام المباراة الاولى، بس يعني كنا نحب ان السكاوتنج او الستاتس تطلع بدري شوية نقدر نقارن. شايف النهاردة المباراتين كان مستر باستور، ان شاء الله نحاول نجيبه دلوقتي في مداخلة برضو من ارض الملعب مهنا ابو القاسم، مستر خوان كارلوس باستور، الراجل قال انه في توبكس المرة اللي فاتت مش راضي عنها، منها اهدار الفرص والترن اوفر. شايف التوبكس اللي قال او التوبك ده اللي قال عليه مستر خواني النهارده تدرجه ولا لسه موجود؟ من ناحيه لسه موجود، لسه موجود، ده لسه موجود اهدار الاهداف. طبعا طبعا طبعا، انت بتتكلم النهارده في الجيم في الشوط الثاني سهل وبقى ايزي جدا، لما انت تيجي تعمل تيرن اوفر 8 اخطاء نعم من اجمالي 29 هجمه، يعني انت صوبت 21 انت جايب منهم 18 هدف. نعم، فاذا معنى كده ده شيء مش يعني، انا بتكلم على قيمه الجيم، يعني الدفاع اللي قدامك مش الدفاع القوي قوي، حراسه المرمى اللي قدامك ما هياش قويه قوي، فانت بتضيع 3 تصويبات يعني نعم. ريزنبل جدا انك انت في تصويبك تضيع 3 تصويبات، لكن انا ما زلت برضو بقول علامه استفهام الاخطاء، التيرن اوفرز بتاعتنا كتير، لازم مع فرق كبيره هتقدر تعاقبك على التيرن اوفرز دي. بالظبط، على فكره انا بحذر من دلوقتي ان ده لو استمر الايقاع بيبقى غالبا هو ده الافريج بتاعك، وهيبقى الافريج بتاعك في جيم صعب انك انت تخسر الهجمه يعني كاخطاء فنيه في مثلا 3-4 مرات. طب كابتن فوزي استاذن حضرتك، احنا كنا قلقانين احنا الاثنين على احمد هشام سيسه وشفنا حاطط ثلج على ايده، فلازم نروح لارض الملعب ومرسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم ومعاها احمد هشام سيسه نطمن عليه، قولي له الف سلامه يا هنا، وقولي له كمان ان احنا كنا متوقعين كمان انه ياخد افضل لاعب، ولكن ده كان توقع يعني من الاستوديو، هو يستحق يعني لولا الاصابه، طمنينا عليه هنا وبلغيه تحياتنا. برحب بيك يا كابتن هيثم من جديد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا ببارك لكل الجماهير المصريه بعد فوز منتخبنا المصري على منتخب الكونغو، ومعي في هذه اللحظات الحقيقه واحد من نجوم المباراه زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، احمد هشام سيسه. في البدايه طبعا بقول لك الف مبروك الفوز النهارده، وخليني اقول لك ان كابتن هيثم بيقول لك انت كنت تستحق رجل المباراه، وانه كمان عايز يطمن اكيد على حجم الاصابه. لا هو انا ما خدتش رجل المباراه، بس انا الحمد لله كويس وبحيي كابتن هيثم، والحمد لله رب العالمين قدرنا نكسب الفوز النهارده، ودي خطوه مهمه جدا تقدر تخلينا ناخد السيب ثانيه ان شاء الله للبطوله وعيننا على البطوله باذن الله. يعني هو كابتن هيثم كان بيقول لك انت تستحق رجل المباراه، انك عملت مباراه كبيره جدا النهارده الحقيقه، فكان عايزين تكلمنا اكتر على المباراه، خصوصا انتوا قدرتوا كمان توسعوا السكور في الشوط الثاني. هو الحقيقه احنا بدانا المباراه يعني مش احسن حاجه في الاول، الشوط الاولاني ما كانش احسن حاجه، بس الحمد لله قدرنا نفوق الدنيا وقدرنا نلعب الشوط الثاني كويس جدا، وربنا كرمنا ان شاء الله وبناخدها ستيب بسيطه علشان النهائي السيمي فاينل والفاينل باذن الله. يعني طبعا بين كل مباراه ومباراه مش بيكون في وقت كتير خالص للتحضير، فهتكون استعدادكم ايه للمباراه القادمه؟ معلش ما سمعتش تاني.
في وقت كبير بين كل مباراه ومباراه. دي حقيقه. احنا بس الاول بناخد السيب دي مهمه جدا، نخلص دوري المجموعات الاول، بعد كده عيننا على دور الثمانيه ان شاء الله، وبعد كده سيمي فاينل مع تونس باذن الله ربنا يكرم، وان شاء الله الفاينل، وان شاء الله البطوله بتاعت مصر باذن الله. اخيرا يعني شفنا عدد من الجماهير المصريه موجوده اكيد بتدعمكم في الصاله، فايه رساله تحب توجهها لهم؟ واكيد ان حضور الجماهير بيكون شيء مهم جدا. طبعا وجود الجماهير مهم جدا، بس ده عدد قليل برضو، احنا مستنيين عدد اكبر من كده. ان شاء الله كل لعيب مننا عايز الصاله تبقى مليانه جدا، بالذات في السيمي فاينل والفاينل، دي حاجه هتفرق معانا جدا وهتدينا سبورت جامد جدا، لان الجمهور ده هو رقم واحد، فاحنا محتاجين الجمهور ان شاء الله في الماتشات اللي جايه يبقى مالي الصاله باذن الله. بشكرك جدا والف سلامه مره ثانيه. الله يسلمك، شكرا. يعني طبعا كابتن هيثم، ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني احمد هشام سيسه، اكيد لسه مستمرين معاك ومع لقاءاتنا مع لاعبي منتخب مصر، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا بشكرك، شكرا جزيلا، كان لقاء مهم عشان نطمن على احمد هشام سيسه، واحنا اكيد بنقول لمهاب سعيد الف مليون مبروك على رجل المباراه. طبعا دي حاجه تسعدنا اكيد، مهاب سعيد لاعب النادي الاهلي السابق، ولكن كنا بنتكلم على رؤيه فنيه، ونتمنى لهم طبعا كلهم زمايله وكلهم اخوه وكلهم صحابه، اللي يفوز مش مهم، ولكن من الناحيه الفنيه اكيد طبعا احنا بنحلل الفنيه. الحقيقه برضو مهم جدا نطمن كمان على محسن رمضان، لانه خد كدمه قويه في الصدر، يمكن الحجاب الحاجز، وكلنا كلعيبه مرينا بدي بخبطه بتيجي في الحجاب الحاجز، وكابتن فوزي برضو كان يعني في اثناء المباراه قال بتبقى خبطه صعبه كمان لما حد بيخش بكتفه او حاجه، فمحتاجين نطمن على محسن رمضان ان شاء الله، كل التمنيات بالشفاء والسلامه لكل اللاعبين. كابتن سامح، يمكن الحقيقه برضو نرجع لمبارياتنا، مباراتنا المهمه، كابتن فوزي قال انه التوبيك اللي اتكلم عنه مستر خوان كارلوس باستير المباراه اللي فاتت حتى الان لسه ما ظبطش، الميسنج باس او التيرن اوفرز مش بالنسبه القليله، نفس الكلام اهدار الاهداف، يعني يمكن احنا كان الماتش اللي فات 47 تصويبه جبنا 33، فدي كانت نسبتنا الفيلد جول، كانت اتصور النهارده ممكن تكون في نفس الرينج برضو، راي حضرتك ايه؟ هو زي ما اتكلمنا كابتن هيثم ان اللعيبه دي بتيجي واحده واحده، يعني هم خلي بالك ان اللعيبه دي جايه من بطوله قويه كان فيها هولندا وفيها النرويج وفيها الدنمارك، فجايبين من اعلى كيرف ليهم، فبياخدوا البطوله دي، هم الكيرف ده بيبقى نازل يبتدي يعلى في المراحل بتاعه البطوله دي واحده واحده لغايه لما يوصل للسيمي فاينل وفاينل زي ما سيسا قال في المداخله بتاعته، فاحنا ما نقلقش من القصه دي، فالقصه دي هتتدارك، احنا حتى لو شفنا احنا الشوط الاولاني كان شكل والشوط الثاني كان شكل ثاني. صحيح. فاحنا واحده واحده هتلاقي النسبه دي عليت، وهتلاقي اللعيبه دي مركزه وفي احسن حالاتها ان شاء الله. طب يا كابتن، يمكن خليني انا هستعرض بعض الارقام اللي كانت المباراه اللي فاتت، وبالتقريب كده كابتن فوزي كابتن سامح بالتقريب، احنا لسه ما جبناش احصائيات الماتش ده، نشوف احنا فين من الارقام دي. يعني احنا بالنسبه للفيلد جول احنا 47 تصويبه الماتش اللي فات يا كابتن فوزي جبنا 33، بنسبه 70% و2/10. المره دي احنا جايبين 43 تصويبه وجايبين منها 34 هدف. اذا النسبه احسبتها، الله اكبر، احصائياتك يا كابتن يعني جاهزه على طول. 43 تصويبه جبنا كام يا كابتن؟ 34. لا النسبه النهارده احسن شويه تصدق، بس مش هتبقى كتير، يعني من 70 ممكن تبقى 75. يعني 30 40 احنا ممكن نحسبها. 43 تصويبه جايبين منها 34 نقدر نحسبها. طب يا كابتن، احنا الماتش اللي فات جبنا من الستة متر شطنا 10 تصويبات جبنا 7، انت النهارده عندك ارقام ولا حاجه يا كابتن؟ لا بالنسبه للبوزيشنز لا، لان صعب قوي ان الواحد طبعا يعمل صعب جدا كلها. عايزه فريق كامل يعمل احصائيات. طيب احنا نسبتنا بالنظر كده التصويب عامه 79% تسجيل الاهداف من تصويبات. 79% اشكرك، 79% الماتش اللي فات كنا بالظبط 70، في 10% يا كابتن و 9% زياده. يعني بس برضو خد بالك ان دايما بنقيس عدد تسجيل الاهداف على الهجمات، نسبه الهجمات. يعني انت كمان الهجمات جزء مهم قوي، عشان كده انا قلت لما يبقى عندي 8 اخطاء او 9 اخطاء اعتقد ان ده رقم كبير جدا، يضيع مني 9 هجمات ما اعملش بيهم حاجه. نعم. فده الرقم ده هو اللي لازم يتراجع شويه، لان لو في دفاع قدامك اتقل شويه، لو في فرق يعني اكثر خبره وعملت كم الاخطاء ده مش هتتعاقب عقاب شديد كمان. طبعا كنا دايما بنقول يا كابتن الفرقه اللي بتعمل خطا بتتعاقب، ده حقيقه، ولو بالذات بتلعب مع فرقه كبيره، يعني احنا كنا بنلعب زمان مع منتخب انجولا في الباسكت كنا بنقول لبعضينا كده اللي هيغلط هنتعاقب، الغلطه بفوره، يعني فوره زي ما بيقولوا. وانت بتلعب النهارده تلعب مع انجولا بغلطه بفوره، تلعب مع تونس نفس الكلام، فمهم جدا نقلل التيرن اوفر. طب خليني برضو استعرض رقم من المباراه اللي فاتت وتقريب كده برضو، يعني احنا مثلا في الستة متر شطنا 10 جبنا 7 المباراه اللي فاتت، من الوينجات المباراه اللي فاتت شطنا 7
او حطينا شوطنا سبع تصويبات جبنا ثلاثه، اتصور النسبه دي النهارده احسن كتير. احمد هشام حسنها بكتير. مازن حسنها، يعني الحمد انت لله. انت كورتين او ثلاثه فقط اللي ضاعوا خلال الجيم كله منهم من كل السند الاخيره اللي جت في راس حارس المرمى وخرجت بالزبط. يعني احنا سبعه ثلاثه، لا احنا المره دي افضل وحطينا حتى اجوال احسن بالزبط. يعني اكتر. طيب هنشوف مثلا كابتن تسعة متر، الماتش اللي فات شوطنا سبعه من تسعه متر جبنا اربعه. راي حضرتك ايه بعين حضراتكم الفنيه كده؟ احنا المره اللي فاتت او الماتش اللي فات 7 4 ممكن الماتش ده تبقى نسبه احسن شويه، النسبه هتبقى اعلى، الماتش ده هتبقى نسبه اعلى. احنا شوطنا 9 ياردة كتير. طب مين النهارده اللي علانا في التسعه في التسعه في التسعه متر؟ عندنا سند، قصدي عبد الرحمن. عبد الرحمن فيصل كان هاي محسن. محسن ما لحقش الفتره طويله قوي اللي هو. طيب الدرع يحيى سيف الدرع. تمام. يعني معنى كده ان احنا اكيد شطنا اكتر من سبعه وكانت النسبه احسن بكتير. طيب في السبع متر احنا الماتش اللي فات شطنا اربعه جبنا ثلاثه، شطنا اربعه جبنا ثلاثه من السبع متر. احنا عندنا المره دي ماتش ده اتنين سبع متر، اتنين سبع متر، واحده ضاعت واحده اتحطت واحده اتصدت، فممكن السبع متر ما شطناش كتير. طب ترجع ده ليه يا كابتن؟ يعني برضو هي اكيد لها رؤيه فنيه، يعني للتضييع ولا لا؟ ان احنا شطنا قليل من السبع متر، ليه شطنا تسعه كتير؟ ماشي ليها، لان كانت اللعيب كان بيوصل لعيب اسرع للجون، فما انتش محتاج، ما بيحصلش احتكاكات. زائد انك انت عامل خلال الماتش ده 10 هجمات فاست بريك، جايب منهم 8 تجوان، فبرضو ده كمان ما فيش فيه. لا استنى بقى يا كابتن، انت رحت على رقم تاني انا كنت رايح عليه. الفاست بريك الماتش اللي فات 8-6، حضرتك بتقول لي معلومه مهمه دلوقتي، 10-8. اذا الفاست بريك النهارده محاولاته اكتر، رحنا كتير ونجحوا الله ينور عليك 80% غير لما تبقى 6-8. في نقطه كمان، احنا من مميزات فرقتنا الحقيقه، ومن الاسلوب العالمي الجديد، ان في حاجه اسمها الفاست سنتر. ايوه، ارسال السريع بيجي في الجون. النهارده انت ما استغلتوش بالكميه الكافيه. انت عملته لكن مش بالكميه الكافيه. ليه؟ انت بس لازم رجليك تبقى واخده على انك تعمل ده. الكره اتقطعت منك في اقل عدد من التمريرات، انك توصل يا اما تنهيها جون يا اما تلبس المدافع اللي قدامك عقوبه. نعم، هي انت ما استخدمتهاش لان الماتش ما كانش محتاج قوي السنتره السريعه. يعني يمكن هي في الاحصائيات اسمها فاست ثرو اوف. الماتش اللي فات 2-2، انت فاكر النهارده ممكن النهارده يمكن حوالي في 6 كور تقريبا او سنتره سريعه، 8 كور، من 6 ل 8 كور. طب معنى كده ان احنا بدانا يعني ممكن نجيب اكتر من كده. عايز اقول لك ان احنا يمكن كوره او اتنين بس هم اللي راحوا منها. نعم، ما اعتقدش اكتر من كده، يعني ما حسبتهاش بالظبط، لكن ما اعتقدش اكتر يعني من نسبة كده. نسبه اعلى النهارده، نسبه اعلى بكتير. طيب الفاست بريك يا كابتن، الفاست بريك احنا قلنا 8-6 المره اللي فاتت، 10-8 عندنا بريك ثرو اللي هو اختراقات. الماتش اللي فات كانت 8 تصويبات جبنا 7. لا احنا المره دي حجم الاختراقات كتير وسجل منه اهداف كتير. ما عنديش الرقم، ما عندكش رقم، بس هو تقريبا هيبقى نفس الرينج. يعني هيبقى اعلى من 8-7. طيب عندنا يعني تيرن اوفرز، انا مش عارف اجيبها الحقيقه من الاحصائيات. عندنا الاسيست النهارده الماتش اللي فات 11 اسيست اتعملوا من الفرقه كلها، ان انت بتدي باصه لجون. يعني ده بيدل شويه على اللعب الجماعي، بعين حضرتك كده، واكيد ارقام هتجيلنا وهنحللها. اعتقد ان عندنا اعلى من كده بكتير النهارده، الاسيستات هتبقى اعلى في لعب جماعي النهارده اكتر. الاسيست اعلى يمكن 17-18 كمان، يمكن مش اقل من كده نسبه كبيره. اعتقد ده. طيب عندنا تي اف او تكنيكال فاولز، احنا عملنا الفاولات اللي هي الاخطاء الماتش اللي هي بتوقف بيها الملعب او بتعمل، هي دي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها كتير. ان حجم الاخطاء الفنيه، الاخطاء الفنيه دي على فكره بتتركز في التمرير، الاستلام، الخط العكسي، يعني تكنيكال فاول بتسمى كده. دي زي التيرن اوفرز بالظبط. 15 الماتش اللي فات احنا عندنا المره دي برضو الحقيقه 8 في الشوط الثاني وحوالي 7 في الشوط الاولاني، نفس الرينج برضو. يبقى التوبيك بتاع 5 في الشوط الاولاني، يعني بتتكلم في 13 خطا. معناه 13 خطا دول لم تنتهي الهجمه بالتصويب على المرمى. كابتن سامح، بتتفق مع كابتن فوزي في هذا الموضوع ان احنا اتحسننا شويه في الشوط زي ما كابتن فوزي تفضل وقال، ولكن لسه التيرن اوفرز عندنا فيها مشكله. هي طبعا زي ما قال الكابتن فوزي، احنا القصه بتيجي واحده واحده، يعني هي قصه احنا ما نستعجلش عليها. احنا لو بصينا زي ما قلنا دلوقتي في الاحصائيات، الماتش اللي فات النسبه
اقل من الماتش ده، يعني الماتش ده النسبه اعلى. نعم. ده دليل ان اللعيبه بتيجي واحده واحده زي ما قلنا في الاول. نعم. واللعيبه دي هتمشي واحده واحده زي ما شرحنا، وبعد كده هم مستنيين سيمي فاينل وفاينل. هم دول اللعيبه. نعم. دول لعيبه محترفه ولعيبه تقيله وعارفين هم بيعملوا ايه. النسبه بتتحسن يا كابتن لو الروتيشن قل؟ لا لا لا، زي ما قلت لك انا في الاول خالص لو تفتكر ان ده سيستم كل اللعيبه داخله فيه. نعم. فاهم ازاي؟ فما اشيل لعيب واحط لعيب ده داخل جوه السيستم. نعم. فاهم قصدي؟ يعني مش فارقه، المفروض ما تفرقش. لا لا، ما تفرقش الارقام. بس احنا خلي بالنا، احنا عندنا برضو خط خلف بره تقيل. نعم. عندنا يحيى الدرع، وعندنا علي زين بره، سيف برضو علي زين. فاهم ازاي؟ فالخط تقيل. يعني هي تفرق في الروتيشن، يفرق لو مش منتخب، مش منتخب مصر. انما في المنتخب صح. الله ينور عليك. المنتخب الله ينور عليك. ربنا يفتح عليك يا كابتن. ربنا يفتح عليك. بشكركم ضيوف الاعزاء كابتن سامح الحبيب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن هيثم ربنا يخليك، نورتني وشرفتني واستمتعت بتحليلك النهارده. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. كابتن فوزي فضالي صديقي العزيز يعني، ونورتني وشرفتني، والحقيقه انا سعيد دايما بتحليلك ووجودنا معاك. الحقيقه انا اللي بسعد في وجودي معاك، وسعيد ان انا النهارده شفت كابتن سامح. كان بقالي فتره ما شفتوش، فبشكرك بصفه شخصيه وبشكر قناه النادي الاهلي، ويا رب كتر من بطولات كره اليد عشان نتلم دايما. تنورنا يا كابتن. انا ببقى سعيد جدا لما اكون في حضرتك. شكرا جزيلا والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين، بنقول مبروك لمنتخب مصر، وزي ما بقول دايما نزعل ممكن من الكوره شويه، ولكن اليد عمرنا ما نزعل. اليد منتخب دايما عند حسن ظن الجماهير المصريه. بشكركم شكرا جزيلا متابعه. ان شاء الله بعد بكره هنتابع مع حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي مباراه مصر والكاميرون، وهتتذاع على مباشره، وهي تقريبا وقتها هيكون الساعه 6. لا مش تقريبا، هو تحديدا الساعه 6، وهيكون الاستوديو التحليلي الساعه 5:30. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والى جوله جديده من جولات استوديو الابطال.